السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سهام شانيل. اليوم جيت ندير معكم واحد الوصفة زوينة تجي لذيذة بزاف ديال الدنجال. دونك عندي هنا جوج ديال الدنجالات غسلتهم، وعندي هنايا شوية ديال زيت العود، درت معاه قزبر ومعدنوس، ودرت معاه ثومة محكوكة، ودرت معاه لازيرب دو بروفونس. كلهم غادي نخلطهم وغادي نخليهم جانبا على ما نقطعو الدنجال ديالنا. دونك نبداو على بركة الله. غادي ناخذ الدنجاله ديالنا وغادي نقطعوها هكا بالعرض، مي ما غنهبطوش حتى لتحت باش ما تقطعش لينا. دونك غير هكا، ما نوصلوش التقطيعه حتى لتحت بهذه الطريقه. شتو كيفاش تنخليوها بحال هكا؟ من بعد غادي ناخذ داك زيت العود اللي صيبنا مع الثومه ولا زيرب دو بروفونس وقزبر ومعدنوس، وغادي نديروها في هاد البلايص اللي قطعنا، غنخشيوها وسط منهم بهذه الطريقه. حتى نعمروا كاع هاد الشقوق بداك زيت العود والثومه. من بعد غادي ناخذ طريفات ديال المطيشه على هذا الشكل، غادي نديرهم هنايا وسط هذا الفتحه اللي درنا، والفتحه الاخرى فتحه فيها مطيشه، وفتحه اللي حداها غنديروا فيها الموزاريلا هكا، يعني وحده بوحده. حتى نكملهم كاملين. ناخذوا الطبسيل ديالنا ديال الكغاطان اللي تيمشي للفران، وغادي نحطوهم فيه. شعلت الفران على 180 درجه وغادي نخليهم يطيبوا حتى يتشواو مزيان، ومن بعد نرجع لكم. وها هو الدنجال ديالنا من بعد ما طاب، خرجناه من الفران تيجي على هذا الشكل، ديكور ديالو غزال، وكيف تشوفوا ها هو طيب مزيان، وداك مطيشه وداك الفرماج كلهم دابوا. الا بغيتو عاوتاني هكا ديروا فوق منه الفرماج غابي تيعطي منظر حتى هو زوين. شتو كيفاش داير؟ وبالصحه والراحه. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وديروا ليا جيم باش يوصلكم كاع الجديد. الى اللقاء.